قالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك فرصا لحل هذه الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية. وخلال اجتماع في موسكو، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الرئيس فلاديمير بوتين أن تمضي موسكو على المسار الدبلوماسي في جهودها لانتزاع ضمانات أمنية من الغرب، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة ملموسة لخفض المخاطر العسكرية، على خلاف ردود الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي غير المرضية بحسب لافروف. وأوضح الوزير الروسي أن واشنطن عرضت إجراء حوار حول حدود نشر الصواريخ في أوروبا والقيود المفروضة على التدريبات العسكرية وغيرها من إجراءات بناء الثقة. وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أحض المستشار الألماني أولاف شولتز روسيا على اغتنام عروض الحوار الهادفة إلى وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية والعدول عن أي تحرك عسكري ضد أوكرانيا. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي سيضمن أمنها وينهي مخاوفها المستمرة من التعرض لغزو روسي. ويزور المستشار الألماني أوكرانيا وبعدها روسيا في محاولة لنزع فتيل الأزمة وإيقاف الغزو المرتقب. وكانت ألمانيا قد رفضت في وقت سابق إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو تحديد العقوبات التي تدعم توقيعها ضد روسيا، الأمر الذي يؤهلها بحسب مراقبين للعب دور الوساطة. من جانب آخر، عزز الجيش الألماني وجوده العسكري في وحدة تابعة للناتو في ليتوانيا وسط استمرار المخاوف في المنطقة من غزو عسكري روسي محتمل لأوكرانيا.